السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبيب قلبي؟ اهلا فيكم معايا في قناتي، قناة وصفات طبيعية مع جيجي. تعودنا ان احنا دايما نعمل كل وصفاتنا طبيعية، مكونات بسيطة جدا عشان ما تكلفناش اي حاجة. النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا لتبييض الاسنان وازالة الجير وازالة الرائحة اللي بتبقى موجودة في الفم. طبعا الرائحة اللي بتبقى موجودة في الفم، الرائحة الكريهة، بتبقى ناتجة عن بقايا الاكل او عن الجير، تسوس الاسنان. النهارده بقى انا هقولك على وصفتين جمال جدا. الوصفتين دول هتعملي واحده منهم يعني مره واحده كل اسبوعين، وهتعملي التانيه كل يوم او يوم او يوم لا، مش هتضرك باي حاجه. التانيه دي جميله جدا، انما في وصفه منهم مش هنستعملها الا مره واحده كل اسبوعين علشان ما تلتهبيش اللثه بتاعتك. يلا بينا نقول اول وصفة معانا ونقول مكوناتنا. بس ما تنسيش حبيبة قلبي تشترك في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. العيد بقى وهننزل فيديوهات جديدة عشان الجمال والبشرة والجسم والشعر، ان شاء الله بإذن الله يعجبكم وصفاتي. هنعمل بقى اول وصفة مع بعض ونقول مكوناتها. هنعمل الوصفة الاولى عبارة عن معلقة من البيكنج بودر، هو بيكنج بودر او بيكنج صودا بتاع الحلويات والكيك اهو. هتحتاجي معلقه واحده منه، انا مجهزاها اهيت. طيب هنعمل ايه بقى؟ وهنحتاج ليمونه هنعصرها وهنحطها في الطبق بتاعنا ده. عايزه اقولك لو انت عندك حساسيه من الليمون ممكن تخففي الليمون بمعلقتين من الميه او ثلاثه، بلاش تحطيه مركز قوي علشان ما يتلبكيش اللثه. لكن لو مش هتتحملي الليمون بلاش الوصفه دي خالص، وهتستخدمي الوصفه الثانيه اللي انا هقولها بعد ما اقول الوصفه الاولى دي. هنجيب بقى الفرشه بتاعتنا كده عادي وهنغمرها في الليمون، في عصير الليمون اللي احنا عملناه ده، وبعد كده بالبيكنج باودر بقى هنشيل كده جزء من البيكنج باودر. شايفين التفاعل؟ يعني اما الليمون جه على البيكنج باودر هتبدأي بقى تدلكي بيها الاسنان طبعا بالطريقة الصحيحة. الفك اللي تحت من هتدلكي تدعكي فيه كويس جدا من تحت لفوق، والفك الفوقاني من فوق لتحت، وكذلك الاسنان والضروس من جوه. حاولي تدعكي الاسنان باستمرار. وطبعا يعني ياريت بعد كل وجبة تتغسل الاسنان، لان طبعا نظافة الاسنان مهمة جدا، بتخلي رائحة الفم جميلة وكويسة. طيب هنقول بقى الوصفة التانية اللي احنا الوصفة اللي انا قلتها دي هتعمليها مرة واحدة كل اسبوعين. الوصفة التانية بقى بتاعتنا هي عبارة عن النعناع. طبعا كلنا عارفين النعناع، بس طبعا انا من الشفاء يعني بتحطيه في الشمس لحد ما ينشف، وبعد كده بتكسريه وبتحطيه في المطحنة بتاعتك عشان يتطحن يبقى ناعم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هتستخدميه ازاي؟ برضو هتجيب الفرشة بتاعتنا وهنحطها برضو في عصير الليمون بالشكل ده اهو، وبعد كده هناخد من النعناع كده علشان ندلك بيها الاسنان. الوصفة دي جميلة جدا جدا، وصفة تدليك الاسنان بالنعناع من الوصفات الجميلة وكمان اللي بتخلي رائحة الفم ممتازة. طبعا النعناع جميل جدا، يعني انت لو عملتي الوصفة دي كل يوم بصي اسنانك هتبقى بيضة، فمك هيبقى ريحته جميلة جدا. طبعا الوصفة للشباب والبنات، يعني عشان ما حدش يقول ما تنفعش للشباب، لا الوصفة تنفع للاتنين طبعا. في بعض الوصفات تنفع طبعا وفي بعضها ما ينفعش. الحاجات الخاصة بالمرأة بتبقى للمرأة فقط، انما طبعا غسيل الاسنان للمرأة وللشباب هتعجبكم جدا الوصفة دي. اتمنى ان انتم ان شاء الله تعملوها وتقولوا رأيكم فيها، خاصة وصفة النعناع دي ممتازة، بتعطر الفم وبتخلي رائحة الفم جميلة وبتشيل الجير والتسوس اللي بيبقى موجود حوالين الاسنان. دي كانت وصفة النهاردة حبيب قلبي، اتمنى انها تعجبكم ان شاء الله. اذا عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لايك، عايزة 5000 لايك للفيديو. انا عارفة ان انتم بتحبوا جيجي وهتعملوا لي لايكات كتير، واستنوني الوصفة الجاية مع جيجي للوصفات الطبيعية.